كبير والتعويل كبير على هؤلاء اللاعبين. بيبيلو ايفان فران بيريس اما خسرته قبل 3 ايام امام اونتروبا مما كانسيلو غوندوغان ورافينيا رجعت لي فرانكي ديونغ في الخلف في الوسط بيدري فرانكي الاوكراني القادم من نادي سيرك بوش من هنالك على الجهه اليسرى ترجع لي فرانكي مع منظومة لعب فيليكس رجع الخلف لفرانكي ديونغ بيدري يرم شوك لعب مبارتين هذه مبارتو الثالث مليمتر جواو حتى فوق رجل إيكاي غوندوغان الكرة ما زالت والتغطية تعادل 0-0 فالنسيا برشا رائعة التسديدة ورائع الصد من ممار درش هاي اللعبة هنا لا 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 تسديدة ليفاندوفسكي كانسيلو في الوسط فرانكي ديونغ ديونغ يبحث عن رافينيا ودوره زوج لاعبين امامه تفوق عليه فرانكي ديونغ واراوخو ديونغ عنده وجود وتشعر بانه عنده تاثير هذا كان كسرة في اتجاه لوبيز ديغو لوبيز يصارع لكن الحكم الرئيسي خلى الافضليه خلى اللعب وخلى الافضليه ان الكره راحت للحارس فرانكي ديونغ غوندوغان ما زال ديونغ الهولندي يخرج بالكره ديونغ والكره العرضيه تماما على الجهه اليسرى من هنا تمشي بين عناصر برشلونه راحت لديونغ ديونغ يرجع لبالدي تاكد بانه خلاص هربت لك غرف الملابس ولم تعيط ممكن تخفف عليه وكاين اشياء لكن فيها ارقام لا تكذب دفاعيه من كانسيلو في اتجاه رافينيا ورافينيا امام البحث عن يارم شوك عندك فراغات وعندك مساحات وعندك فرصه رونالد اراوخو فرانكي ديونغ برشلونة لم يعد مخيفا برشلونة لم يعد مرعبا برشلونة لم يكن بيدري فرانكي ديونغ حاولت صناعة الهجمة المعاكسة ثم فرانكي ديونغ وصل مباشرة لدري مرة ثانية راحت لفرانكي ديونغ يدخل ديونغ العرضية ممتازة إيغو غيامون يرعود تلعب مع فرانكي ديونغ يعني دافعت على نواياك يا فرانكي ديونغ وقت رسمي انتهى الوقت بدل الضايع ايضا انتهى الحكم في هذه اللحظات يصفر نهاية الشوط التعادل السلبي بيبيلو فران بيريز يارم شوك بالاضافة الى ديغورو بغروب براخة بينما تشافي في الجهة المقابلة سبق بيدري يرجع مرة ثانية لفرانكي ديونغ ترجع كوندي اراوخو فرانكي ديونغ ديونغ بينغ ترجع لفرانكي بيدري من هنا اللاعبين تاع البارسا تعبانين لعبوا ماتش البارح مش عارف ماتشهم الاخير كان الاربعاء الماضي نعم في بيدري فرانكي ديونغ راح كانسيلو على الجهه توصل لرافينيا في الوسط لفرانكي ديونغ لرافينيا خطيره رافينيا جول رافينيا مررها ودخل فرانكي ديونغ بروعه لم يكن في وضع التسلل من هنالك على الجهه اليمنى مررها مباشره الذي يسجل ثالث اهدافه في الدوري هذا الموسم خامس اهدافه منذ انضمام برشلونه هاي اللعبه كم كانت رائعه من فرانكي ديونغ بالمليمتر في اتجاه زميله من المفروض تحلى المباراه وتصبح اجمل واكثر اثاره كانسيلو ديونغ بيدري برشلونة كم هو مهم الفوز اليوم بالنسبة للبارسا بالنسبة لتشافي رافينيا يرجع لفرانكي ديونغ من تغييرات ممكن تخلي المباراة ترتقي إلى مستوى آخر وريتم آخر بيدري مع ديونغ ولكن ديونغ وزنه كبير لما بيدري يلعب مع فرانكي ديونغ دائما في المساندة موجود فرانكي حلل يخرج له ديكو لوبيز بيدري مرة اراوخو ديونغ لعبت مع فرانكي ديونغ يخرج بالكرة الهولندي ديونغ غوندوغان ديونغ هرب غوندوغان البحث من هنا على ليفاندوفسكي مرة أخرى الكرة مرة ثانية لصالح عناصر برشلونة مرة ثانية فرانكي ديونغ برشلونة انطفأت لم يعد هناك بالدي الذي ينطلق ويهاجم ويرد مشاهدي الأفاضل على نهاية المباراة فالنسيا عدل النتيجة كرة بعيدة خطيرة في أول كرة
يضيعها هنا، تخلوها كذلك فيران توريس في مكان جواو فيليكس. تعب جواو، تعب. هاي الكرة توريس، ودائما فرانكي دي يونغ في التمرير هنا. توريس وين يرجع لكانسيلو، كانسيلو لا الان كانسيلو الامام من هنالك على الجهه اليسرى. التغطيه الدفاعيه من قبل رافينيا وفرانكي دي يونغ. الحكم قال لك العب يا فرانكي، هاي صعبه، هاي صعبه الكره ودخل. نعطيك البطاقه يا فرانكي، تترجعوا يتلقى بطاقه صفراء اخرى، يغيب في المباراه الجايه. توريس يلعب بينيه لفرانكي دي يونغ، دي يونغ يرجع مرة ثانية لتوريس، توريس لدي يونغ، شوف تمريراته، شوف تمريراته، دي يونغ كرة كاسيوروفسكي بروعة. تلقى من هنالك طمه اللاعبين تاع فالنسيا لما شافوا فريق برشلونة بهكذا الشكل. يرجع مرة ثانية لفرانكي دي يونغ، دي يونغ، دي يونغ هو الزعيم، هو القائد، هو البارومتر تاع الفريق. بالدي يرجع لفرانكي دي يونغ، راحت لبيدري، لعب لفرانكي دي يونغ، هاي صعبه لبرشلونه، هاي صعبه لبرشلونه، لان بيدري انطلق، لان دي يونغ انطلق. اي 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 بعدين كان خاسر في 5 مباريات في الدوري امام برشلونه. بالدي يرجع لفرانكي دي يونغ، دي يونغ يرجع مره، دي يونغ، دي يونغ، دي يونغ، دي يونغ، دي يونغ، ضاعت. يلعب لرافينيا، رافينيا بالفرانكي دي يونغ، يلا يا بالدي الكره البعيده دي يونغ، ممتازة. فر نهاية المباراة بالضبط عند الدقيقة.